نغمه للوصول بسرعه القصر. حاول القفز عند الدرج. اوكي احصنا مو اوادم احنا. اوه الاغنيه. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب عربي، واليوم معي ريان. يا هلا، وش هذي؟ السلام عليكم. عليك السلام، هلا والله. كيف حال؟ تابع عن اسم الماب، ماب الشرق، عالم الشروق. الله معناها حبيبي عالم مشرق. شوف كيف القيوم. ترجمة اللي الله يحرمنا منها. طيب قبل ما يبدأ المقطع، اللي حاب ينتسب الرابط في الديسكريبشن، أو تلقونه جنب زر الاشتراك. اللي ما يعرف وش الانتساب يرجع المقاطع اللي قبل كلها في بداية المقطع أشرحها. قبل ما يبدأ المقطع ثاني مرة، لا تسوي كود شوب بيسل، حط كود شوب بيسل لأنه بيفرق معي بيدني وهذا وهذا، بس يعني حطوه إذا بتبغون تفيدوني. أوكي خلونا نبدأ انطلق. عالم الشروق، المزرعة. أوه هو 14 عالم يا أخي، رهيب كذا. ودي أمشي في الحقيقة وكذا قدامي ذا الأشياء. الله يعطيك العافية. تعال قدام. دخلت عند الزرع. اوكي. حلو. هو الليفل؟ النغمة، الوصول بسرعة القصر. حاول القفز عند الدرج. اوكي. احصنا مو اوادم احنا. اوه الاغنية. اوه. يا ساتر، عرفت الاغنية؟ يب، بس انا صقعت صقعة شينة. تيك ما هوست ما ادري وش رول قانا. اغنية محمد. طب انا برجع. والله رهيبة. وخر وخر وخر. والله يا شباب، في ماب يعني هذا اول ليفل، بس احس انه يعني مو بسهل صراحة يعني. يا اخي انا قاعد انشف السيارات هذه. لا تضغط الزر، انا بموت. وش زر؟ ما ضغطت انا. اوكي. هلو هلو بي. لا لا لا، ليفل 2. هي على طول ما اخذت تشيك بوينت. كيف عدت السياره؟ في اللي قبل. قبلها قش مدري ايش. لو القهر يا حيال، لا ينقهر. اوكي ليفل 2 الحمد لله. الحمد لله اني اخذت تشيك بوينت، والله الحمد لله. شفت السيارتين؟ ايوه. في النص في كذا صح؟ حلو. هذا نط عليه ثم نط بعدها. سويتها بعد العش بعدين؟ نط. ايوه. يا اسطورة. اخيرا. ايش قصدك اخيرا؟ والله شوف يعني اخرتني الله يعطيك العافية. تدري تو تعديت وصلت المرحلة ذا بدون ما اوقف كلها كذا. تكفى لا تضغط لا تضغط لا تضغط لما ضغط ضغط. يو الحمد لله وصلت. ما وصلت الله يعطيك العافية. وصلت. لازم تنط. ايش المكان اللي وقفت فيه انت؟ يب في الخشب اللي على اليسار هذا، لازم ترقى فيه وتنط بس. والله يا اخي تصميم، اول مرة القى تصميم كذا كله مزرعة يا اخي، غريب يا اخي. الو الحق جاسم. والله شكل ابداع. والله حلو. يلا يلا انت تستطيع. هلا بي. اوكي السلام عليكم. يقول لك اترى الفانوس المعلق هنا، سوف ترى المزيد من هذا الفانوس يرسل لك. عرفت الماب؟ اوكي يعني هنا النظام. طيب هنا فانوس يسار واليمين. يسار هنا عندي. يلا بالحق يسار. اوه الطريق اصلا مضبط. اوكي يب هذا ليفل 4 الحين. ما ادري عنه صراحه. يما ها؟ الو؟ فكلي الباب رب الكعبة. وش صار؟ شوف احنا داخلين ترى نلعب ماب، مو داخلين. اوكي جن الوضع. اوكي كذا تعال. طيب تتوقع من ورا ولا من فوق؟ لا من هنا من هنا من هنا. اوه يب شوف الفانوس فوق. لو اهلا بعيد. هذه صعب انك ترقى فوقها. اوكي رقيت فوقها. صعب والله قدام. شوف اللي قدام. يا ساتر. يا اخي في صوت يخرج. اوه المروحة. شلون خلصت؟ هنا يا رب ما اموت. انت نطيت من نفس النط اللي نطيت انا؟ وش سمعت الصوت رفت. اوكي يا لابي رجعت. انا تحمست بعدين جلطت. عرفت 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 الطبقة حقتها. يعني ما نط في هذا، نط في اللي بعده صح؟ يب. والله مشوارنا، بس مشوار يعني خفيف لطيف ما ينفس فينا يعني. هي الفانوس هنا. شوف من هنا. تعال عندي من هنا. اوكي.
بعدين انقز زمت كان بدينا ننقز على طول وراها الله يعطيك العافيه ما عندنا رحنا اه رجعنا يا هذا قاعد يمسخرنا ذا طب اسمع 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 اها وشو تعال الله يقطع مضيق تعال انزل لي تعال في طريق ثاني صح تعال مو صح نزلنا رف طيب فك لنا الباب هذا يا ربي يا الغباء دمنا السبب انه في باب هنا ليه يا اخي كذا ليه طعم الغباء يا ساتر يا رب هذا شنو هالقه طيب ما في فانوس هنا ما في فانوس كيف نمشي من هنا هذا نظام بطل ولا ايش آه هذا هذا الفانوس طيب بعدين اها حلو ما رسالات كمني في الماب حبيبي يسموني كونان كونان مره واحده في الحياه شكلك اذا خلصت خلاص تصير غبي بس الحمد لله انه وصلت بس هنا والله مرشد سياحي وين رايح انت والله ستة والله شوف ستة حبيبي والله العظيم يا اخي فنان قطع شكلك اه من هنا من هنا اوكي لازم يمين الو وش تلاقي اللي جا لو اللي قبل الاخيره تلف يسار لا تخدعك المظاهر فتلك مظاهر ازنون جميله جوهرنا هنا 2000 years later بسم الله نجيب الحين ما راح ننط على اي نهايه كلها بننط في النص ايزي يا رجال ايزي يا رجال وهذا على طول كمل يا طيب معليش سهله سهله ايزي هذا سيدي اوكي 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 مره ايزي اقول لك خلي ايزي معه النقطه هذه لازم ابكر فيها شوي يعني وانت ما اعطيتني اي انفو والله يعطيك العافيه الله يسعدك ولا ايزي بس اللي بعده الحين ايزي عليك عالم شغل بلاد الشمس حلو اوه والله عجبت لك اجوله اوكي عالم الشروق طيب انت احس في لخمه بعدين اوه هذا اللخمه هذا الدجاج انت كذا فله مره طيب بعدين كل الطرق تؤدي لروما يعني اوه لفه 9 هنا طيب ايش حاط بيبان الله يخليك تعال 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 لا تجي احد يجي رحت يمين مت صح؟ يب روح يسار شوف شوف دقيقه الفانوس كذا يعني اوكي اوكي علنا جبنا العيد انا وصلت وين وصلت؟ يا اسمع شفت لما تروح شفت المكان اللي مت فيه؟ انت شفت شلون عديت؟ سينا بس؟ لا قبل اي فانوس لف عزاوي عزاوي يمين عزاوي يمين لف يسار قبل فانوس لف يسار يسار يمين بس خلاص والله ما ادري شلون سويت تحريات انا بس اوكي خشوا حلو ايش صار؟ والله ما ادري ايش صار اوكي ليفل 10 حلو والله تصميم رهيب يا اخي ذكرني ماينكرافت ما ادري ليش ليفل 10 طيب هنا اوكي دنك لا اخر واحدة دقيقة بروح معك انا اصبر اصبر ريال اصبر كذا شوف بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا كذا طلع بنموت بعدين كذا بعدين كذا لا ما في واحد ما في شيء لغمتني تحمس اوه بو طيب عطني الله يعطيك العافيه اوكي طلع ثاني خلاص روح طيب ما في تشيك بوينت هنا طلع صوت شيء قبل شوي وشو اسمع لخمنا ترى لخمنا تعال بس فتح الباب اوكي كذا ببساطه اخر 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 ما فتح الباب اضرب شيء هنا 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 هنا, هنا, هنا. والله حركات الله حركات ريان انت بسيط اوكي نضرب واحد اكيد في هنا اتوقع في فتحة؟ اتوقع ورا 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 هذا ما له دخل عرفت عرفت اخر 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 بعد مرة ثانية اطلق ولا ما راح اشوف روح ما فتح ما فتح هنا فتح اقسم بالله العظيم كذا الوهلة توقعت يمشي في جريشة اوكي هرابي الحين ليفل كم 11؟ ايش في كلام هناك يقول تحتاج الى قوس الاطلاق في مكان قد دمرته من قبل اوكي فتح الباب اوكي انا اخش كوين هذا قديم قديم شيك بوينت اوه حلو الحركه نرجع يمين ام يسار ايش قاعد تسوي قول لك يمين ولا يسار انت مشيته بس والله ما شفت اي شيء انا اوكي
لا يا شيخ خلص السبيد. لازم اختصارات. اوكي عرفت الاختصار. شت السبيد اللي مايل يمين إيه. نط زاوية يسار عنده. اوكي اقطع من الغبار، اقطع من الغبار، مشيت صح. يب يب لفت يمين. اوكي هلا بي هلا بي هلا بي هلا بي 13 ايز ريال. الله يقطع مضيقة. البونزر يدفك على البونزر الثاني بعدين فوق بعدين فوق ثانية بعدين نرقك. يا عمري عمري غرامي عمري غرامي اقسم بالله اني قوي. شلون رقيت فيه انت؟ 2000 years later. وش كاتب على اليسار هو؟ ما شفت وش كاتب على اليسار؟ كاتب وجه الفري للامام من دون ما تفك قطع مساواة اكبر بعدمت الفصحى يعني كذا. ها فوق ايوه ايوه فوق شايف؟ لا شفت؟ لا مستحيل يا ساتر يا رب. انا ليش فكرنا كذا؟ ليش فكرنا كذا؟ صورت يا ابو يا ابو هذا ابو خشب هلا يتفرح. لازم كذا بعدين تنط. اوكي اوه وين اروح؟ هاي شرطه السالفه وين ودك؟ انا جبت ادخل هنا يعني يا كذب رحت سيده والله ما مشاني صح. ليش توقع كذا؟ اوه ايش تحت فتحه فوق الحين نسويها مره ثانيه. اوكي 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 حلوه حلوه والله حلوه. يا لازم تسويها مرتين عشان تخلص هذا الليفل بعدين عاد ما نقطه ام عاد ايه تطلق انت في الجو. وصلنا اخر ليفل الحين. يا رب يا رب ناخذ ليفل يا رب يا رب. اوكي خرجت اهلي. طيب اقفز هلو بي وين نروح؟ قطع من الفله والله جيدي. لقد انتصرت. اتمنى انك استمتعت في هذه المغامره. دايم بص بص كمل الاغنيه. طيب والله رهيب والله رهيب والله ابداع. تقييمك 10 انا قيمه 9 صراحه. صراحه 9 لانه رفع ضغط. انا 1 عشان تفضلتي بعد. عالم شروق الطريق السري. ها ايش سويت انت؟ مغامره بين العوالم. اوكي اوكي من هنا تعال. وين انت وداك؟ بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع يجيبكم ماب رهيب صراحه والله رهيب وتصميمه فريد من نوعه. عموما هذا يقول مغامره بين العوالم. هذا ماب ثاني اتوقع. انا لعب له ولا ما لعبت له؟ اتوقع اني ما لعبت الماب هذا اللي هو مغامره بين العوالم الماب الثاني. بس حرفيا الماب ذا رهيب اقسم بالله رهيب. هنا ناخذ صوره المقطع يعني. وبس هذا كان مقطع اليوم. كود الماب في الديسكربشن. قناه ريان في الديسكربشن. وشكرا لكل من تسبب القناه واسمائهم راح تطلع لكم بعد شوي. نشوفكم على خير.